السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر مسار آداب وإنسانيات. درسنا اليوم خواص اللوغاريتمات في الجزء الثاني. سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال خواص اللوغاريتمات لكتابة المقدار اللوغاريتمي في صورة لوغاريتم واحد، تطبيق خواص اللوغاريتمات في حل مسائل حياتية. دعونا الآن أعزائي الطلاب نبدأ بتنشيط ذاكرتنا في حل بعض الأسئلة الواردة من الحصة السابقة. هذه الأسئلة موجودة صفحة 40. استعمل خواص اللوغاريتمات لفك المقدار. Number 15. Log 2 times m to the power 5 times n to the power 3 للأساس 6. لحل هذا السؤال نقوم بما يلي: log 2 times m to the power 5 times n to the power 3 للأساس 6. لاحظ هنا العملية الحسابية المستخدمة داخل اللوغاريتم هي عملية الضرب، وذلك في موضعين مختلفين بين العدد 2 و m to the power 5، وأيضا بين m to the power 5 و n to the power 3. لذلك نستطيع تطبيق خاصية الضرب للوغاريتمات في فك المقدار. تصبح الإجابة log 2 للأساس 6 plus log m to the power 5 للأساس 6 plus log n to the power 3 للأساس 6. لاحظ هنا، هل انتهينا من فك المقدار؟ أحسنت، لم ننتهي بعد، وذلك بسبب وجود القوة داخل اللوغاريتم، وبالتالي نستطيع تطبيق خاصية القوة لإكمال عملية الفك. يصبح المقدار log 2 للأساس 6 plus 5 log m للأساس 6 plus 3 log n للأساس 6. نكمل أيضا مع سؤال آخر. هذا السؤال number 17. log x over 5y للأساس 2. لحل هذا السؤال نقوم بما يلي: log x over 5y للأساس 2. لاحظ هنا وجود مجموعة عمليات حسابية داخل اللوغاريتم. العملية الحسابية الأولى هي القسمة بين x و 5y، أما العملية الحسابية الثانية فهي الضرب بين العدد 5 و y. لذلك عندما ننظر إلى المقدار كاملا نستخدم الخاصية الأولى، وهي هنا خاصية القسمة. يصبح المقدار log x للأساس 2 minus log 5y للأساس 2. ثم نستخدم خاصية الضرب للمقدار log 5y للأساس 2، لتصبح النتيجة log x للأساس 2 minus log 5 للأساس 2 plus log y للأساس 2. لاحظ هنا تأثير إشارة الطرح على مفكوك اللوغاريتم، لذلك يصبح المقدار بعد التبسيط log x للأساس 2 minus log 5 للأساس 2 minus log y للأساس 2. ننتقل الآن إلى المثال number 3 صفحة 36. اكتب كل مقدار لوغاريتمي مما يلي في صورة لوغاريتم واحد. نبدأ بالجزئية A. 4 log m للأساس 4 plus 3 log n للأساس 4 minus log b للأساس 4. عزيزي الطالب، في الحصة السابقة كنا قد قمنا بفك المقدار اللوغاريتمي الواحد بصورة لوغاريتمات متعددة بأبسط صورة لها. أما اليوم
سنقوم بإعادة كتابة مجموعة من اللوغاريتمات المبسطة في صورة لوغاريتم واحد، وذلك باستخدام خصائص اللوغاريتمات. لاحظ هنا، تذكر أن كل خاصية من خواص اللوغاريتمات ترتبط بعملية مختلفة. يشير الجمع إلى خاصية الضرب، وأيضاً يشير الطرح إلى خاصية القسمة. أما يشير الضرب في ثابت إلى خاصية القوة. نبدأ الآن بالحل. 4 log m للأساس 4 plus 3 log n للأساس 4 minus log b للأساس 4. لاحظ هنا، كل من العددين 4 و 3 أعداد ثابتة مضروبة في اللوغاريتم الخاص بها، لذلك نستطيع إعادة كتابتها بصورة قوة داخل اللوغاريتم. إذا نستخدم خاصية القوة للوغاريتمات، يصبح المقدار log m to the power 4 للأساس 4 plus log n to the power 3 للأساس 4 minus log b للأساس 4. لاحظ هنا وجود عملية الجمع بين اللوغاريتمين، وهذا يمكننا من استخدام خاصية الضرب للوغاريتمات لتصبح النتيجة log m to the power 4 times n to the power 3 للأساس 4 minus log b للأساس 4. لاحظ الآن وجود عملية الطرح بين اللوغاريتمين. نستطيع استخدام خاصية القسمة للوغاريتمات لتصبح النتيجة log m to the power 4 times n to the power 3 الكل over b للأساس 4. نكمل أيضا في المثال نمبر 3 الجزئية B. 3 ln 2 minus 2 ln 5. 3 ln 2 minus 2 ln 5. لاحظ هنا عزيزي الطالب أن العددان 3 و 2 أعداد ثابتة مضروبة في اللوغاريتمات الخاصة بها، لذلك نستطيع كتابتها بصورة قوة داخل اللوغاريتم. إذا نستخدم خاصية القوة للوغاريتمات لتصبح النتيجة ln 2 to the power 3 minus ln 5 to the power 2. لاحظ الآن وجود عملية الطرح بين اللوغاريتمين يمكننا من استخدام خاصية القسمة للوغاريتمات، بالتالي تصبح النتيجة ln 2 to the power 3 over 5 to the power 2. لاحظ هنا، نستطيع تبسيط الأسس داخل اللوغاريتم الواحد لتصبح النتيجة ln 8 over 25. أما الآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. هذا السؤال صفحة 36. نمبر 3، اكتب كل مقدار مما يلي في صورة لوغاريتم واحد. الجزئية A 5 log C للأساس 2 minus 7 log N للأساس 2. أنا متأكدة من أنك قد قمت بحل السؤال بالشكل الصحيح. تحقق الآن من صحة حلك. 5 log C للأساس 2 minus 7 log N للأساس 2 equal log C to the power 5
للأساس 2 minus log n to the power 7 للأساس 2. لاحظ هنا استخدام خاصية القوة في إعادة كتابة الثابت ليصبح قوة داخل اللوغاريتم. الخطوة الثانية تصبح النتيجة log c to the power 5 over n to the power 7 للأساس 2، وهنا قمنا باستخدام خاصية القسمة، وذلك بسبب وجود إشارة الطرح بين اللوغاريتمين. نستمر أيضا ما حاول أن تحل في الجزئية B 2 ln 7 plus ln 2. لا تنسى عزيزي الطالب أن توقف الفيديو وتحاول أن تحل هذا السؤال. فلنقم سويا الآن بالتحقق من صحة حلك. 2 ln 7 plus ln 2 equal ln 7 to the power 2 plus ln 2. ما هي الخاصية المستخدمة هنا؟ نعم أحسن، خاصية القوة، فقد قمنا بتحويل الثابت إلى قوة داخل اللوغاريتم. ما هي الخطوة الثانية؟ نعم أحسن، قمنا باستخدام خاصية الضرب، وذلك بسبب وجود عملية الجمع بين اللوغاريتمين. تصبح النتيجة ln 7 to the power 2 times 2. الآن نقوم بتبسيط مداخل اللوغاريتم ليصبح ln 98. ننتقل الآن إلى المثال نمبر 4 صفحة 37. يقيس الرقم الهيدروجيني pH تركيز أيونات الهيدروجين الذي يرمز له بالرمز H positive في محلول معين. يقاس هذا التركيز بوحدة المول لكل لتر، وذلك باستعمال الصيغة pH equals log 1 over H positive. أوجد تركيز أيونات الهيدروجين في الأمطار الحمضية. لاحظ هنا في الشكل المجاور تركيز المحلول pH في كل من البحيرة الصحية pH equals 6.5، في الأمطار النقية الـ pH equals 5.6، في الأمطار الحمضية الـ pH equals 4.5، وأما في عصير البرتقال الـ pH equals 3. المطلوب الآن إيجاد تركيز أيونات الهيدروجين في الأمطار الحمضية التي فيها الـ pH equals 4.5. لحل هذا السؤال نقوم بما يلي: عوض قيمة pH equals 4.5 باستعمال الصيغة المعطاة بالسؤال. تصبح المعادلة 4.5 equals log 1 over H positive. لاحظ هنا العملية المستخدمة داخل اللوغاريتم هي عملية القسمة، لذلك نستطيع تطبيق خاصية القسمة لفك هذا المقدار اللوغاريتمي. تصبح المعادلة 4.5 equals log 1 minus log H positive. أود هنا أعزائي الطلاب التنويه إلى خطأ شائع يقوم به البعض، حيث أن المقدار log 1 over H positive يساوي log 1 minus log H positive وليس log 1 minus H positive للكل، لأننا عند فك المقدار اللوغاريتمي نقوم دائما بإعادة كتابة كل لوغاريتم لكل جزء لوحده، ولا يجوز كتابة
لوغاريتم مشترك لهما. نتابع الحل. الآن نحل لإيجاد الـ H positive داخل المعادلة، وذلك باستعمال النظير الجمعي للمقدار log 1 ثم استعمال النظير الضربي للمقدار negative log H positive لتصبح المعادلة negative 4.5 equals log H positive. لاحظ هنا negative 4.5 تم إيجادها باستعمال الآلة الحاسبة. نقوم الآن بإعادة كتابة المعادلة في الصورة الأسية لتصبح 10 to the power negative 4.5 equals H positive. إذن تركيز أيونات الهيدروجين في الأمطار الحمضية هو 10 to the power negative 4.5 equal approximately 0.316 tenth millions مول لكل لتر. أما الآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك. هذا السؤال صفحة 37. نمبر 4، أوجد تركيز أيونات الهيدروجين في لتر واحد من عصير البرتقال. بالاستعانة بالمثال السابق، كان الـ pH لعصير البرتقال equals 3. تحقق الآن من صحة حلك. نقوم بتعويض قيمة الـ pH وهي 3 داخل الصيغة في السؤال. 3 equals log 1 over H positive. لاحظ هنا العملية داخل اللوغاريتم هي عملية القسمة. إذن نستخدم خاصية القسمة في فك المقدار اللوغاريتمي لتصبح المعادلة 3 equals log 1 minus log H positive. الآن باستعمال النظير الجمعي للمقدار log 1 وأيضا استعمال النظير الضربي للمقدار negative log H positive تصبح المعادلة بعد التبسيط negative 3 equals log H positive. نعيد صياغة هذه العبارة في الصورة الأسية لتصبح 10 to the power negative 3 equals H positive، حيث أن 10 to the power negative 3 equals 0.001. إذن تركيز أيونات الهيدروجين في لتر واحد من عصير البرتقال هو 10 to the power negative 3 equals 0.001 مول لكل لتر. دمتم بخير وإلى لقاء آخر في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.